مع كل تغيير سياسي، ذهاب حكومة وقدوم أخرى، يتجدد أمل المواطنين في تحسين ظروف عيشهم. ما يخفش عليكم أنه أغلب الأحياء الشعبية تنتظر لفتة المسؤولين وقرار الرئيس لتغيير واقع عيشهم. برنامجكم شي ما يتخبى يحط الرحال في جعفر، أريانا أو الربوة، واللي يبعد عشرات الكيلومترات على قرطاج، أملهم في التفاتة الرئيس الجديد ليهم. بنية تحتية وأخرى اجتماعية، أمل قد يأتي وقد لا يأتي، فقط ننقل الواقع كما هو للمسؤولين. تابعونا. يجي ولد حلال فهمتني، ويخرج له بعين الرحمه ويشوف لك الصغيرات فهمتني. 500 عائله نحن نعيشوا هنا، لا ميل حد شيء فهمتني. ان شاء الله يجي واحد ولد حلال فهمتني، ياكل ينقذ البلاد ويتلهى بالبطال، واللي عنده 3 صغيرات يقرا، والدنيا غلط والمعيشه غلط. هذا كاش طالبين نحن، وهي بلادنا احنا حتى مواطنين ندافع عليه. صحيح ولا هذا الكلام المطلوب؟ الماء والزقو وكيس، هذا المطالبين، هذه طلباتنا نحن. الماء والزقو والكياس توانا انا ساكن لهنا من 2007، فهمتني، من 2007 انا ساكن لهنا، من وصلت نستعمل بالفنار المره الاول، فهمتني. وانا جانا الضوء مازال كان الماء والزقو والكياس. جوكم السياسيون ووعدوكم؟ جونا في الانتخابات الكل، يجوا في الانتخابات الكل، هاي يجوا لهنا ويعملوا اجتماعات. المره هذا مازال ما جا حد، اما قبل جو وكلهم مش يقدون ولا الجنه، فهمتني، ما ثم شيء. يعمل لنا كل شيء، مدرسه ويعمل لنا مستوسط ويعمل لنا الكياس ويعمل لنا كل شيء. ناقصين صغارنا يمشوا نهار كامل، نمشوا نقعدوا قاعدين تحت الكياس، ظل تحت الحيوط حتى اللي كملوا صغارنا وكل شيء، ونحن نستنوهم باش يكملوا ويجوا. والمستوسط حتى يمرض لنا صغير نمشوا لاخر الدنيا، لريانا الصغرى باش نمشوا، نتعبوا كل شيء باش نجيبوهم جوا، حتى التاكسيات ما تحبش تخرج لنا للسعد. كل شيء ناقصين، لا عندنا ماء لا حد شيء، لا زيقاوات لا حد شيء. ما جانا حتى واحد احنا بور لومو حتى تو. اما اعطيني شكون اللي باش يصلح؟ شكونهم هما اللي كانوا قبل باش يصلحوا تو؟ على ما صلحوش قبل. احنا عندنا الماء 4 سنين تو ولا 5 سنين، حد ما تلفت لنا وحد ما جانا، متعدية الحلاق متعدية كل شيء، وحد ما تحط لفتن. شكون باش تنتخب؟ شنو انتظاراتكم من الرئيس الجديد؟ الوعود كلها كذبة. مين جبتوا الماء هذا؟ من عند ملوطة، من 8 كيلومتر اللي نكر فيه ملوطة. ما عندكش ما تشرب؟ ما عنديش لا ماء لا حتى شيء، ما فهمش طمش ماء. يعني كل يوم تعبت بالبادن يتعب بيهم وتطلع كيما هك؟ كل يوم نخرج الستة تاع الصباح للخدمه، نروح العشرة في الليل. مانيش عايش في تونس، انا ماشي تونس، عمره ما كانت تونس، حتى مانيش تونسي يا ودي. كيف ماكش تونسي؟ عمي تبعد 200 متر تلقى الماء مطيش في الجرد وكاوتشويات، ونحن الماء ما عندناش، فرتوا في الماء ولا ما عندناش، لما حقره هذه حقره حاقرين لعب يدك اهو. يجوكم السياسيين ووعدوكم بالماء؟ تجو 100 واحد جي. يجو تو نجي الماء واموركم واضحه، الفلوس مسبوبه من حقكم تشربوا، ما فهم شيء. هيك تشوف الحاله اخوي، انا والرئيس الجديد باش ننتظروا منه؟ لا ماء لا كياس، هيك تشوف الضوء معدين، انبوبه تشعل انبوبه ما تشعلش. شنو هو البدون اللي في يدك؟ هذا يا ماء، هذا اللي نشرب فيه، هذا اللي نشربوا فيه، نشرب فيه بدون دينار، نشرب فيه الماء بدينار. ما عندكمش ماء؟ ما عندناش جملة. تعرف قداش من دار من هنا؟ 475 دار ما عندهمش الماء. يعني أكثر من 450 عائلة ما عندكمش الماء. ما عندناش الماء. وفي ريانة عبارة ولا تونس ولا هنا؟ عملوا لنا خزان في ريانة.
تصور تابعين ولايه تريان تبعد علينا 17 كيلومتر. الحكومات اللي بعد الثوره واللي شدت بعد الثوره ما خدمتكم حتى شيء؟ ما وصلتكم حتى شيء؟ الحكومه ما عملت حتى شيء، حتى حكومه. واش ننتظر؟ وانا والرئيس باش ننتظروا منه حكايه. اللهم مستقل، اما تابع حزب راه يستحيل باش ناخذ من جرته حكايه. ما حشتنا حتى شيء، حشتنا اخويا رجلنا، نقصنا في المعيشه، رجلنا كياس، ياك تشوف الحاله. العباد كلها تعب، الماء ما عدناش كياس، راه تو خاطر الدنيا شيحة شوية، ريت صب شتاء، صب شتاء خويا ما نتعدوش لا عساقينا لا بكراب لا حتى شيء، حدنا القهوة فهم وين الكياس، فهم حتى كياس خدموا لنا خدمة سقات، برا جرب اهبط واطلع عليه تو تشوف، ما عندنا حتى شيء يصلح في الحومة هذه. نخزروا له من هنا، نخزروا له الصباح والعشر ونص النهار، 24 ساعة نخزروا له، ما رينا منهم شيء. شنو وصلكم من قصر قرطاج؟ ما وصلنا شيء، ما وصلنا حتى شيء. حتى حاجة ما وصلتنا مع القصر اللي فهمت، ما وصلنا شيء. انتظاراتك من الرئيس الجديد؟ كلهم كذابة على بعضهم، كلهم كذابة. على جال جي 20,000 واحد لهنا ما عمل حتى شيء، يوعدونا ما يعملوا حتى شيء. تعرف النهارين امرأة قالت لي ما نعطيكش ترخيص الماء والزو، وجيراني الكل عندها. قلت لها مش تونسي تعمل لي تو، نطلب لك الحاكم في البلدية. مشيت للمعتمد يعمل لي بر للعمدة، مشيت للعمدة فهمتني ما عمل حتى شيء، فهمت؟ تو ولادي قاعدين على الزلام بالرسمي، لو نحكي لك بالرسمي ونجيب لك تو الأوراق. نهج ما عندناش نهج، جبنا تراكس 4 مرات اللي نصرفوا عليه تقريبا 300,000 وما نجمناش نقدوه، فهمت؟ الماء ما عندناش، ما عندنا حتى شيء لهنا، مش نتوانسة نحن له. لهنا مش محاسبين نتوانسة الجملة. بالنسبة للحكومات اللي جي معناها ربما اللي يمشي أبرك من اللي جي، فهمتني؟ نخبنا لهم مشينا شدنا الصف تعبنا بالشر من الصباح للعشية نخب على روح، فهمتني؟ هذاك واجب نتاعي وحقي، فهمتني أخوي؟ وحق صغاري زاد، وحق أي تونسي، أي تونسي نقول له تمشي تنخب على روح، فهمتني؟ خاطر هذاك واجب، وإن شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. جوكم السياسيون ووعدوكم؟ جونا برشا مرات، مش مرة مش اثنين مش عشرة، فهمتني؟ احنا نمشوا من الولاية ساحتونا من الولاية، فهمتني اخويا؟ بصغارنا ساحتونا يقولوا لا برا اخويا برا، وارجع تو نشوف وتو نشوف وتو نشوف، فهمتني كيف؟ وراه نقول لك متعاقبة ديما، معناها نفس السيستم اللي تمشي له يطردك من وجهك برا اخويا، بعدني وهذاك هو، فهمت خويا الباهي؟ هات تمشي ما يهمكش فيها تعيش تو. احنا ريت المية ضايع، المية تو 10 سنين يا رسول الله نسكنوا هنا، مش تعطينا بلاش انت كدولة، مش تمدنا بلاش، تمام؟ مش تمدنا واحد انت عمية مش نخلصوه، حتى نبيع اولادي نبيع جرودي باش نخلص، على ما يعطوناش المية، فهمتني؟ عباد مسحق يعلم بها رب، هارب لهنا معناها خاطر كان التراب رخيص اخوي، يقول لك نبعد من الكريم ما لقاش روح، فهمتني؟ ياش بيا كي تعطيه المية حرام؟ احنا مش طالبين المستحيل، راه طالبين شوي ما شوي، لا هو البطال يشوفوا له خدمة، فهمتني؟ اللي يسحق عيني يعاونوه هذا يا. انتظاراتك من رئيس جديد؟ انتظاراتي من رئيس جديد كي خو كيما هذا، ونحن من نيتنا الحاجه الوحيده صحيح مش ننتخبوا، هذاك مفروض علينا باش تنتخبره، ماهوش اما نمشي ننتخب، اما باش تقول لي باش يعمل صالح ويعمل ويجي تهمه في المجلس، ريت في المجلس جعفر هذا قال ما نعرفوش، واحد في المجلس من مجلس النواب قال ما نعرفوش جعفر هذا، نحن موت تو هم كي جونا قالوا نجوا ننتخبوا، قلت لهم تو الحيين انتم حيين ونحن موت، جيتوا تطلوا علينا كاك اللي عنده ميت هزوا الجبانه ومشي يرحم عليه، هم عملوا لنا كيك، اش بهم طلعوا علينا في الانتخابات؟ اش بهم قبل ما جونيش؟ في الانتخابات جو طلعوا علينا وكاك ما جوناش خلاص، تتصور انت 3 سنين 4 سنين خزنه نتاع مية حاضره، ولا واحد قال لا واحد معناتها قال نسيبوا لهم المية. الواحد ولا يتمنى في الحاجه هذيك ان شاء الله يحسن شويه من الوضعيه من برشا حاجات، ان شاء الله يكون في المستوى. جوكم السياسيين وعدوكم؟ جو برشا، تو نعملوا تو نقدوا تو ما ثم شيء، ثم حتى شيء. حسب رايك باش ينفذوا الوعود نتاعهم ولا؟ والله ان شاء الله ان شاء الله، اما نصورش.
علاش ما نصورش؟ لخاطر قبلوا ما عملوا شيء، كل شيء نزيدوا فيه، كل شيء الاسعار نزيد، هذاك علاش ما نصورش باش يعملوا حاجه جديده. والله ان شاء الله خويا تتحسن البلاد، هذاك ايش حبوا؟ احنا نحبوا تتحسن البلاد. شوف خويا الوضعيه، شوف الحاله كيف، على حومه شعبيه يخسر، معناتها مش حي، مش صغير، معناتها حي كبير. شوف الكياس، شوف الحاله، شوف معناتها الضوء، لا تخسر الضوء، معناتها الكياس اخويا شوف فيه كيف حاله، معناتها حاله مزريه. شوف والله ما ظهر لي كان باش يصلح الدنيا، ما ظهر لي كان باش تتصلح. ان شاء الله ربي يهديه، ان شاء الله اللي يجي يصلح لنا كل شيء. هذاك المطلوب شيره ابجر من شيره، تو هذه لا فيها لا ماء لا ضوء لا طريق لا زقاوات، ابجر من حاجات اخرين، ابجر من بلايص اخرى بالضبط، ثم اولويه هكا هو. الحكوميات اللي شدت بعد الثوره ما تفكركمش، ما صلحكمش، ما عملكم حتى شيء؟ يا ما طلع لنا حتى واحد هنا، يا ودي ما طلع لنا حتى واحد هنا، ما ثميش، مستحيل. جوع على طرف الميه وقاعد ضرب عام وما ثميش هكا هو. لا يجيك لا وزير ولا يجيك معتمد ولا يجيك والي ولا، مستحيل ما ثمش. حتى كان يجي يصبر يعطيك حربوش ويمشي على روحه هكا هو، ما ثمش. هاي وين صارت هاي؟ هاي بقى يعني على العاصمه، يعني مش بعيده، تو السما بعيده. خلي ماذا لشريط اخرى، الله اعلم بها كيفاش، الله اعلم. هاي تسمى في العاصمه ذي، هاي عاصمه. هاك تشوف يعني الضوء نتاع النار نتاع الضوء باش يمشي، واحد يفز بكري والمرأة تمشي تخدم، تمشي تتعفس على الظلام. ها أنبوبة أبسط الحاجات. هي لكن رئيس فهمتني يخدم بالثيق ويخدم بلاد ويخدم الواحد، ثم قلت لك أولوية، ثم أولويات. هكا ولا بالضبط، مش قد بلاد كاملة مستحيل هذي. وعود ما فما حد شيء. اللي مش يجي يقول لك مش يقدوكم مش نعملوا، يمشي هذاك ويجي الآخر وكيف كيف. كل واحد يجي يحكي يحكي. جينا حتى منصور عبد منصور هذاك، جينا ذاك لهنا وباهي طريق لكم اموركم وكذا، وما عملوا لنا شيء بالنسبه لمنصور، ما عملوا لنا شيء. املنا تنحل هنا الحوام الكل عندها امل، لحومتنا احنا ما عندهاش حتى امل. كان تمشي تشوف الناس كيفاش تعفس على الغرم والواحد تقول ماشي حومات، الحوام الكل، الحوام الكل كياسات، عيشوشة كياسات، جعفر كياس، إلا الحومة هذي. امشي لهنا شوف الغرم والواحد العباد يتعفس في الغرم وسب مطرة وتشوف. الرئيس جديد يا خويا نحبوه يشبعنا بالماء، هذا وش ناقصي؟ هاي ستيرنا، هاي كستيرنا لهنا بابا، مش الكياس هاك تشوف محروس حرثان، كيفاش تحب لي نخب باب؟ ما نخابش في الظروف هذه بابا، يلزم انتظارات. الوعود اللي وعدونا به وعود كاذبة وواهية، انتظاراتنا اللي يجيب لي الماء خوي، الطريق، الضوء. والله انتظاراتي كما العادة، يوعدنا وبعد ما يجي رئيس ما ثم يظهر شيء. وعود زيفة، وعود زيفة، حالتنا حال حليل، بلا مية، عايشين بلا مية، نشرب بدون بدينار من نابل، نستنيه من جمعة لجمعة، ما كانش نقعد من البيت بليش. ما وصلنا حتى شيء، عمره ما وصلنا شيء. شوف في حالتنا بركة في حومتنا كيفاه، كان جات في حي النصر في بلاصة نتاع ناس لاباس عليها، مري هكا تعمل. احنا حتى كياس خدمه هنا سقات، كلمنا المعتمد نتاع الوقعة هذه، كلمته أنا قدامكم نقولها له. قال لي ما قال لي احمد ربي اللي جاتك، قال لي ايش تقول في الكلام؟ قلت له انا ما عملت شيء، يعني نتاعو فيها قداش من كاميون الكياس هذا؟ احكي لك على الماء الخزنه حضرت كل رمضان، يقول لك قداش المره اللي فاتت يخص الماء جماعه النحل عملوا اعتصام وكذا فضوها لهم. احنا كناس زواو لهنا ومسكين كالنعجه يصيح يخلف فمه، يعني ما ينجمش باش يهبط كل يوم للوالي، وهبطنا رقبال الوالي تلمت ناس زواو لك، يقعد نهار بطال يقعد بشر ولده، يعني هذاك ما تكلمناش. احنا الخزنه هاني حاضره وردموا كوت شوات وعملوا كل شيء، ونجي الانتخابات يجونا كان في الاوراق، كل ما واحد منتخب يجي يسمع اش تحب نعملوكم نعاونوكم، مو ضربا لغه ما فهم حتى شيء. نقول فيه الخير ربي يسهل فيه، شو نقول لك؟ معنا نطلبوا وندعوا الرب سبحانه باش الدوله فهمتني تتقد بكلها، معنا مش بصفتنا نحن خاص، طالبين هذا.